المناسبة اليوم هي مناسبة لتذكر القيم والخصال التي اتسمت بها، خاصة وقد يعني تميزت بعمل إبداعي من ناحية الإعلامية، مكن من تكريس تعددية في بلادنا على المستوى الإعلامي، إتاحت الفرصة للإنصات لوجهات نظر مختلفة، ربط حركية المشهد الإعلامي بالحركية السياسية والفكرية عن طريق استضافة مثقفين، استضافة فاعلين في القرار العمومي، والأهم هو أنها مكنت من مواكبة سياسات عمومية كانت تدرس أو تعتمد أو في مرحلة تبلور في بلادنا في التعليم، في قضايا المرأة، في الإصلاحات السياسية. جرأتها أيضا كان شيء مهم لأنها مكنت من استضافة فاعلين سألوا مصداقية الإصلاحات السياسية في التسعينات، وبالتالي أتاحت الفرصة لإحداث إصلاحات كانت منتظرة في بلادنا. هي كانت مناضلة وامرأة يعني بصمت حقبة مهمة من تاريخ المغرب السياسي بجرأتها وكفاءتها وخبرتها ويعني التقاطها للحظة حاسمة في ترجمة بعض طموحات هذا الشعب الذي كان يريد أن يستمع إلى سياسيه وأن يختبر النقاش السياسي الهادف والحوار الديمقراطي خصوصا عبر الشاشة، لأنه إذا كانت صورة تساوي ألف كلمة فملكة مالك بخبرتها وابتسامتها وقوتها وشجاعتها ربما ترجمتها إلى أكثر من ألف كلمة. في هذه الليلة اللي احنا تنحتفلوا بالذكرى الأولى لوفاة المرحومة ملكة مالك، ما يمكننا غير أن نرجعوا للوراء ونتذكروا البرامج اللي كانت قامت بتنشيطها، واللي كانت برامج ماشي غير برنامج باش ندوزوا برنامج في هذا الأسبوع. كل برنامج كان عنده هدف ديالو، كل برنامج كان مناسبة أننا نفتحوا أبواب الحوار نحو حول الديمقراطية، حول الحرية، حول حقوق الإنسان، حول الاقتصاد، حول الشؤون الاجتماعية. هذه الأشياء اللي تتهم المتفرجين وتتهم المغاربة اللي هم محتاجين أنهم يتعرفوا من يسيرهم، من يشتغلوا من أجل النمو ديال البلاد إلى آخره. ونتمنى تكون هذه المناسبة مناسبة أيضا راه كانوا بعض المسؤولين حاضرين حتى هما ياخذوا هذه العبرة من هذا الشيء اللي كان وقع ويفتحوا أبواب أخرى. يعني اليوم في هذا يعني الاحتفال وفاء بروح ديال الراحلة العزيزة ملكة مالك هو في الواقع استحضار بالأساس، اولا خصالها الشخصيه وثانيا دورها الاعلامي في المسار ديال الانتقال الديمقراطي في البلد، واللي حقيقه لعبته بواحد الاقتدار في مرحله يعني نقولوا يعني حساسه، مرحله اللي كان فيها الجراه تحسب ويعني القضايا الضروريه يجب ان تناقش، والا يعني لا نحقق من الأمر شيئا. وكانت ملكة واعية بهذا الأمر وكانت كتسم بواحد الجرأة وواحد القدرة على طرح السؤال الضروري في اللحظة المناسبة وعلى الدفع يعني أكثر توسيع الأفق ديال النضال من أجل الديمقراطية بطريقتها وبطريقة اللي هي نفاذة وذكية واللي خلات البصمة ديالها كما نحن في حاجة إليها اليوم، في حاجة إلى قامة مثل قامتها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.